لا تقلق يا أخي، إذا لم تبني بيتا في الدنيا إنما احرص على بناء بيتك الحقيقي في الجنة. جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا الحديث مطلق، فيجتمع فيه أي 12 ركعة من غير الفريضة يبني الله لك بيتا في الجنة. يدخل في ذلك مثلا تحية المسجد وركعتا الضحى وصلاة الوتر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فاحرص يا أخي على أن تجمع في يومك وليلتك 12 ركعة، فيبني الله لك قصرا في الجنة. هذا العرض ليس مرة واحدة في العمر، بل يوميا تستطيع أن تبني لك بيتا في الجنة، لبنة من فضة ولبنة من ذهب وبينهما المسك الأذفر. وصلى الله على نبينا محمد.